مساء الخير. في الموعد الذي يتجدد في الأربعاء الرابع من كل شهر تشرق أنوار المنارة وتبعث بنغماتها إليكم مع تحياتها. صالون المنارة الثقافي الفني الذي أسسه الدكتور محمد سعد الدين، نشرف بأن نلتقي معكم هذه الليلة ونبدأ بالسلام الجمهوري. مسافر زاده الخيال والسحر والعطر والظلال، الظمآن والكأس في يديه، والحب والفن والجمال. شابت على أرضه الليالي وضيعت عمرها الجبال، ولم يزل ينشد الديار ويسأل الليل والنهار، والناس في حبه سكارى هاموا على شطه الرحيب. نهر النيل، ليه احنا يا مصريين بس اللي غنينا له، او اكتر ناس غنينا له، مع انه من اوغندا لغايه عندنا بيمر على بلاد كثيره جدا، لانه شريان الحياه في مصر. ليه مصر حولته في العصور الفرعونيه لمعبود حابي؟ اللي كتب الكلام ده محمود حسن اسماعيل، الشاعر العظيم، وهو من قرية من أسيوط اسمها النخيلة تقع على شط النيل، عشان كده هو شارب النيل كله. الراجل ده اتولد يوم 2 يوليو سنة 1910 وتوفى يوم 25 إبريل 77، توفى في الكويت ورجع اتدفن في مصر. أول ديوان كتبه هو كان طالب في كلية دار العلوم، أول ديوان كتبه كان اسمه أغاني الكوخ، وكتبه سنة 1935، يعني كان لسه في سنة ثالثة في الكلية، وهو نال سنة 65 جائزة الدولة التشجيعية في الشعر. ده اللي لحن له برضه عبد الوهاب دعاء الشرق. و في سنة 54 الأيقونة دي النهر الخالد لحنها وغناها الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. هنستمع إليها الليلة دي موسيقى بأنامل المبدع الكبير الأستاذ محمد مصطفى. Thank you.
Thank you.
بيه.